السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مدينة الشباب في نسختها الـ12 وتحديدا في أول يوم. وشعار مدينة الشباب في هذه السنة راح يكون من وإلى الشباب. أهلا لطيفة. أهلا بك جاسم، معكم لطيفة سيف من برامج المصاحبة. طبعا لطيفة اليوم أنا ضيف في مدينة الشباب، ولطيفة اليوم راح تأخذنا في جولة تعرفنا فيها على مدينة شباب 2030 في هذه النسخة. حياكم الله، بس نروح النف عشان ناخذ نظرة أشمل على مدينة الشباب. لطيفة، يعني مقارنة بالنسخ اللي طافت أحس في وايد أشياء تغيرت في هذه النسخة، شنو أبرز التغيرات اللي صارت في مدينة الشباب؟ هاي النسخة نسميها النسخة الفريدة لأن في وايد أشياء منها تغيرت، من ضمنها المركز مدينة الشباب صارت مركز المعارض العالمي للفزة. بالضبط، وهاي شيء لاحظت أنه أول مرة تصير في الزلاق وأول مرة تصير بهاي المساحة، يعني جدا كبيرة هالسنة. شيء ثاني، وفرنا المواصلات حق المشاركين في كل المحافظات. شيء ثالث، ضفنا البرامج الممتعة في كل المراكز الموجودة. فلطيفة خلنا نتكلم عن أنتو كمنظمين، إذا دشون المدينة في كل سنة في أول يوم شنو يكون إحساسكم؟ طبعا إحنا ننتظر المدينة من أول ما تخلص نبتدي نعد متى بتبتدي المدينة مرة ثانية. إحساس لا يوصف، يعني أنا شخصياً ذكرياتي متعلقة في المدينة، المدينة هي اللي بنت شخصيتي. وبالنسبة حق المشاركين، هل نفس الشيء تشوفون على وجوههم الفرحة في أول يوم؟ أكيد أكيد أكيد، خاصة الصبح اليهال ما تشوف إيش كثر هم متحمسين، جايين يبون بسرعة يدشون يلعبون وبسرعة يبون يدشون برامجهم، وايد يكونوا متحمسين. لطيفة، خلنا نتكلم عن أبرز الأقسام الموجودة في مدينة الشباب ونعرف الناس عليها، فشنو الأقسام الموجودة؟ المدينة هالسنة منقسمة حق 5 أقسام. أول شيء عندكم المركز الفنون Art، ثاني مركز ميديا سنتر، وبعدها هي Leadership and Entrepreneurship، بعدها هي Science، بعدها هي Sport Center. فكل مركز في شيء متخصص فيه. فأول شيء عندنا الArt. الArt Center متخصص بالطبخ، بالمرسم، بأشياء اللي هي إحنا نسميها الكرافت، اللي هي تنمي الحس الإبداعي عند الشعب. الميديا سنتر التصوير، بودكاست، فيلم ميكينج، فوتوشوب، وكل شيء من الصفر لآخر شيء يحتاجه المصور أو الإعلامي. ثالث مركز واللي هو ليدرشيب اند انتربرينورشيب سنتر، اللي هو عن ريادة الأعمال والقيادة. فأنت شلون تكون قائد، أنت شلون يعني تطور من نفسك من شخصيتك. رابع واحد اللي هو عندنا الساينس، العلوم، التجارب، البيلدينج وهالسوالف. يعني أنا عندي أحلى مركز الساينس، أنا وايد أحب التجارب، يعني أنا وايد كيوريوس. آخر مركز عندنا إياه السبورت، الرياضة، عندنا شيء جديد هو العلاج الطبيعي، فكل شيء يخص الرياضة. طبعاً لطيفة، يعني إحنا موعودين في مدينة الشباب بفعاليات وأنشطة ترفيهية ومسابقات طول الشهر ما راح توقف، فحياكم الله وتشرفونا أكيد في مدينة الشباب 2030، وترقبوا المزيد.